إلى القلب لا يحزن والعين لا تدمع على هادشي اللي كنشوفو اللي واقع في عندنا في هذا المغرب، لأن الأمر هنايا كنشوفو واحد الحالة مزرية اللي عايشين فيها حنايا وعايشين فيها الإخوان ديالنا. بالنسبة للقطاع السياحي الناس ديال الانتيريم كنشوفو هاد القرار اللي خرجت الحكومة ديالنا بأن الناس ديال الانتيريم العقود المؤقتة اللي ما عادش يستافدو، وواحد يعني واحد الخبر اللي أزمنا حنا ديجا مأزمين ماديا وزدنا تأزمنا معنويا بهذا الخبر اللي سمعنا، لأن حنايا من نهار 15 في مارس ملي شادو لوطيلات يعني وقفنا من العمل، يعني استفدنا من داك 3 شهور ديال الدعم اللي دازت الأولانية 2000 درهم، والقرار اللي خرج دابا الثاني ديال الحكومة اللي غادي يستافدوا عليه الناس ديال سي دي إن، يعني الناس اللي عندها العقود الدائمة اللي ما غاديش يستافدوا حنايا. حنايا يعني جانا واحد الخبر يعني صعيب بزاف اللي ما تقبلناش، ويعني فهمتوا حنا مضرورين وبزاف، والاخوه كاملين الناس عندها كرا، وان شاء الله حنا بغينا الصوت ديالنا يوصل لجميع السلطات المحليه ولجنه اليقظه ورئيس الحكومه وصاحب جلاله ان شاء الله نصره الله طال الله في عمره، يعني شفنا بحال هاد الناس هادو يعني الله يكون في العون، يعني الناس هنا مضروره بزاف واحد الدرجه يعني لا توصف، ويعني ما جيت دخول مدرسي والناس عندها كرا والوليدات، وان شاء الله لا يعني بحال اللي كيقولوا لا يضيع حق وراءه طالب، وحنا هنا ان شاء الله كنطالبوا بهذا الحق هذا اللي يعني من حقنا حنايا كناس حنا خدامين في السياحه. دابا حنايا في المقر ديال الولايه بجهه طنجه، حنايا مضرورين في القطاع السياحي، استفاده والو ما استفدناش. بالنسبة للناس اللي معايا استفدوا شهر 4 و5 و6 7 و8 اللي ما استفدوش، 7 و8 اللي ما استفدوش، ودابا كيطالبوا انهم يستفدوا هاد الشهور هادو اللي جايين، لان القطاع السياحي الناس باقين واقفة، الناس باقين ما عملوا معاهم حتى شي حال، باقي ما خدامينش، كاين اللي ما كيعرفش يخدم شي حاجة من غير هاد القطاع السياحي. طنجة كاملة يعني تقريبا كاينة الخدمة، ماشي ما كايناش، ولكن كاين اللي ما يعرفش يخدم شي خدمة من غير القطاع السياحي. انا بالنسبة لي انا ما نقدرش نخدم شي خدمة من غير القطاع السياحي، علاش؟ لانني تقريبا اكثر من 13 عام وانا فيها، يعني شنو نعمل انا في شي حاجة اخرى من غير القطاع السياحي؟